بدايه الشهر يعني اشتغلنا غرب معسكر خالد، جمعنا قذائف حوالي تقريبا 400 قذيفه وجمعناها وبلغنا خبراء المتفجرات واصحاب مسام وفجروها في نفس المواقع. القذائف اللي تم اتلافها هذا كانت تشكل خطر على الرعيان والاغنام والمواطنين بشكل عام، لهذا يعني جمعناها بشكل منتظم في حفره وهذا وفجرناها وتلفناها بالكامل. انتقلنا لهذه المنطقه، منطقه العشيره حق الرقم 2، ونزعنا 11 لوم دبابات، وطبعا بناء على بلاغ من المواطنين يعني فجرها غنمهم ومواشيهم. اهميه المنطقه هذه للرعيان يعني مهمه، يعني مشان غنمهم يرعوا فيها يعني، وهم اطيان يشتغلوها يزرعوها، وهذا وجب علينا صفيناها يعني، ومن احنا مستمرين في تصفيتها.